المهمة، النقطة المهمة المثيرة اللي قالها المهندس سامي علي كامل. هناك بعض المشروعات التي لم تكن موضوعة في برنامج عائلة النادي الأهلي التي أضيفت على برنامج عائلة النادي الأهلي، تم إنجاز الكثير منها إلى جانب المشروعات الموضوعة في برنامج عائلة النادي الأهلي. مسيرة مجلس إدارة النادي الأهلي تمضي، الجميع يعمل من أجل خدمة النادي الأهلي. كل التوفيق، كل التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي. ختام الجولة التفقدية اللي قام بها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، يسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر عميد أحمد إيهاب النحاس. سيادة العميد، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة جولة تفقدية قام بها الكابتن محمود الخطيب لفرع النادي الأهلي في مدينة نصر لبحث كافة المشروعات الإنشائية، حرقة الصيانة، آخر استعدادات فرع النادي الأهلي مدينة نصر. كابتن فاروق، طبعا في البداية برحب بحضرتك وقناة النادي الأهلي بالكامل في مكانهم وبيتهم فرع النادي الأهلي في مدينة نصر. يمكن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد سراج كان بصحبته، كانوا في زيارة تفقدية للأحوال في فرع مدينة نصر، وكان لها أسباب معنوية وأسباب خاصة بالإنشاءات الخاصة بالفرع في الوقت الحالي. يمكن حابب أن أنا أذكر أن كابتن محمود الخطيب بدأ زيارته باتصال تليفوني بأسرة سيادة اللواء حسن مسعود رحمه الله مدير الفرع السابق، وكان الاتصال بنجله، وأبدأ كل الدعم من أسرة النادي الأهلي لأسرة كابتن حسن مسعود الله يرحمه، وبلغهم تحياته والمعايدة في الشهر الكريم، وأن احنا كأبناء النادي الأهلي دائما وأبدا في تواصل معهم، وفي أي مشكلة هم محتاجينها احنا متواجدين. طبعا كابتن محمود الخطيب زيارته النهاردة يمكن كان ليها رسالة معنوية قوية جدا للعاملين في النادي الأهلي والمترددين بصفة يومية وفقا للنسب المحددة طبقا لسياسة الدولة في الوقت الحالي بتخفيض النسب. رسالة أن رأس المنظومة أو رئيس مجلس إدارة النادي بيجي النادي وبيتفقد العاملين فيه والإنشاءات فيه، وده أكبر دلالة على ثقته التامة والكاملة في الإدارة التنفيذية وكافة الإجراءات الاحترازية اللي بتتم اتخاذها يوميا داخل فرع مدينة نصر. يمكن كابتن محمود ابتدى الزيارة ببعض الإنشاءات والتجديدات الخاصة بالإنفراستراكشر اللي كان فيها مشاكل، أو البنية التحتية اللي كان فيها مشاكل في الفرع، خاصة ان احنا لو نتذكر قبل ما نخش في الجائحة الخاصة بفيروس كورونا، يمكن البلاد كانت قابلت العاصفة الترابية او الامطار الشديدة، يمكن دخلنا على طول في قصة كورونا، فكان في تداعيات حصلت فعلا بسبب الامطار الغزيرة في المنشآت داخل النادي، في منافذ البيع داخل النادي. يمكن كابتن محمود اصر ان هو يسأل على الامور دي والاثار السلبية اللي نتجت عنها الأحداث دي، إحنا وصلنا ليها لإيه. وتفقد طبعا معانا منطقة الفود كورت والمطاعم، وكان حريص جدا في السؤال على المستثمرين داخل فرع مدينة نصر
وهل في تواصل معاهم؟ ويمكن دي كانت من الرسائل الجميلة اللي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بيحاول بيرسلها للعامل والمستثمر داخل منظومة النادي الأهلي. بعد كده ابتدينا في تفقد بعض الأعمال الصيانة في منطقة حمام المنطقة الترفيهية أو حمام السباحة الأمواج الجديد عندنا. يمكن احنا بنستغل في الفترة دي يا كابتن فاروق ان احنا نعمل صيانة كاملة لكل المشاكل اللي كانت بتقابلنا أو ممكن تقابلنا، خاصة ان احنا مع بداية دخول موسم الصيف كل سنة بيبقى فيه فترة صيانة خاصة بمجمع حمام السباحة وبالملاعب الخاصة بالأعضاء، سواء بالنسبة للنشاط الرياضي الحر أو بالنسبة للنشاط الرياضي بالنسبة للفرق الرياضية. وكان في برضو على مدار اليوم كان في مقترح مهم جدا أعتقد أن أعضاء الجمعية العمومية كان بالنسبة لها أمل وطلب وطموح، يمكن كابتن محمود الخطيب كان مصر أن هو يوجد ليه حل بإيجاد اللي هو المشكلة الخاصة بالباركينج داخل النادي الأهلي. يمكن احنا كان في موافقة فعلا فعلية من إدارة عمليات القوات المسلحة حصلنا عليها، ولكن برضو كان في اتجاه من مجلس الإدارة ان احنا نوجد البديل لحين ما يبقى في زي مرحلة انتقالية ان يبقى في بارك مخصص لأعضاء النادي الأهلي، ولحين الانتهاء من البارك اللي احنا واخدين بيه موافقة من عمليات القوات المسلحة. وفعلا شاف الموقع المقترح بالنسبة للمنطقة دي مع الحفاظ طبعا على بعض الخدمات اللي موجودة في الموقع المقترح داخل النادي بالنسبة للبارك، فدي طبعا يعني كانت من أهم الأمور اللي كان الكابتن النهاردة أو من أسباب زيارته للفرع النهاردة. يمكن برضو بص على ملاعب الاسكواش أو مبنى الاسكواش الجديد اللي بيتم دلوقتي العمل فيه عن طريق إدارة المشروعات القوات المسلحة. طبعا كان في تواجد المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، كان عنده المعلومة واضحة بالنسبة للمساحات أو الاستفسارات اللي الكابتن استفسر عنها بالنسبة لفكرة وجود بارك خاص بالنادي الأهلي داخل الفرع. ويمكن في الفترة اللي جاية كابتن محمود يعني كلفنا ان احنا كإدارة تنفيذية نحاول يبقى في لقاء قريب مع السيد محافظ القاهرة للوقوف على جميع الخطوات الخاصة بالمشروع ده او بالفكرة دي. سيادة العميد، يعني من النقاط المهمة اللي اتكلمت فيها مع المهندس سامي علي كامل ان الطفرة الانشائية والحركة الانشائية اللي بيشهدها فرع النادي الاهلي بمدينة نصر هو اكثر فروع النادي الاهلي بيشهد حركة وطفرة في المشروعات الانشائية في الفترة الاخيرة. هو يعني يمكن الطفرة الإنشائية احنا بنقول على مستوى أفرع النادي الأهلي ومقر النادي الأهلي في الجزيرة. يمكن طبعا كانت من الحاجات أو من الوعود الكابتن محمود الخطيب ومجلسه المحترم بيصر ان هو يأديها في الوقت اللي وعد به أعضاء الجمعية العمومية طبقا لمشروع عائلة النادي الأهلي. احنا عندنا هنا مشاريع طبعا يمكن احنا كنا الحظ الأوفر كبداية في المشروعات دي، لكن في نفس الوقت في مشروعات في منطقة الشيخ زايد، فرع الشيخ زايد وفرع الجزيرة. لو هنتكلم على فرع مدينة نصر احنا يمكن ابتدينا بالبوابة الرئيسية ومنطقة الترفيهية وبنبتدي تباعا او بشكل متوازي مع الفروع الاخرى في مرحلة انشاء مجمع الاسكواش، ومنه برضو الموافقات الخاصة بالبارك اللي احنا هنبتدي فيه ان شاء الله بإذن الله. فيمكن احنا بنعتبر ان في جدول زمني واضح بيبقى محطوط، نادي الاهلي بيشتغل عمل مؤسسي واضح بخطة متبعة من اول يوم من بداية الدورة، وده يمكن انا في تخيلي اللي بيميز النادي الاهلي كإدارة وكنهج في إدارة الأمور أو الخطط الموضوعة، وده بيدي مصداقية أكبر بالنسبة للمترقي اللي هو في الوضع بتاعنا عضو جمعية عمومية أو عضو النادي الأهلي. فإن شاء الله بإذن الله يعني بنسبة حوالي 80% من الوعود اللي تم الوعود بيها في الإنشاءات الخاصة بفرع مدينة نصر يمكن تم إنجازها، وبقي مش أكثر من 20% زي ما وضحت لحضرتك في الإنشاءات المتبقية. سيادة العميد بنشكر حضرتك، توفيق إن شاء الله لحضرتك ولمجلس إدارة النادي الأهلي وكل العاملين بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر. ميرسي يا كابتن فاروق، نورتونا، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وقناة الأهلي طيب. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، ده كان لقائنا مع العميد أحمد إيهاب النحاس القائم بأعمال مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر في نهاية وختام الجولة التفقدية التي قام بها كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصحبة الأستاذ والدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لمتابعة كافة الأمور وكافة المشروعات الإنشائية والصيانة الخاصة بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر.